الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل المراد من أولي الأمر أي حاكم حتى إذا كان فاسقا؟ كيف يأمر الله سبحانه وتعالى إطاعة ولي الأمر إذا كان فاسقا؟ زين إذا هذا ولي الأمر خالف أمرا من أوامر الله، يصير تناقض في هذه الآية. أطيعوا الله، من طرف ثاني يقول أطيع هذا الولي الأمر الذي هو فاسق، حكم بحكم خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. أنت تطيع الله أو تطيع هذا الولي الفاسق. فهذه الآية لا تشمل الفسقة ولا تشمل من يخطأ. أفرض هو ولي حاكم عادل لكن أخطأ في قضية، زين أني أطيع الله سبحانه وتعالى وأطيع هذا. الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أريد أطيع الله فلم أطع هذا الولي، وإذا أطعت هذا الولي لم أطع الله سبحانه وتعالى. فإذن يصير تناقض في الآية. فلا بد أن يكون هذا الولي للأمر هذا معصوما، بحيث أن يكون أقواله وأوامره ونواهيه مطابقة لأوامر الله ونواهيه. لذا أطعته فأطعت الله سبحانه وتعالى، كما في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أن الرسول لا يخطئ وإنما يبلغك أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا أطعته فقد أطعت الله، لكن إذا واحد أخطأ إذا أطعت لم تطع الله سبحانه وتعالى.